السلام عليكم ورحمة الله. اليوم درسي علوم للصف الخامس الابتدائي. كتبت نموذج أسئلة علوم لنهاية السنة. طبعا هذه الأسئلة مو أنا اللي سويتها، أنا اللي كتبتها وحليتها، لكن إحدى المتابعة دزت لي إياها، يعني مال امتحانات هم امتحنوا بيها، وحبيت أن أحلها وأنشرها لكم. يعني هسه هذه مو أنا اللي سويتها، احدى المدارس واحده من المتابعات دزت لي اياها وحليتها، عسى ولعل تستفادون من عندها. سؤال نقطه. سؤال الاول الف، طبعا الاجابه عن 5 اسئله فقط، الكل سؤال عليه 20 درجه. جابوا 6 اسئله، تركون سؤال، كل سؤال عليه 20 درجه. سؤال الاول الف وباء. الف، ما المقصود لخمسه ما ياتي؟ جايبيلكم 7 تعاريف، انتم تجاوبون على 5. التيار الكهربائي، طبعا كل تعريف عليه 5 درجات. التيار الكهربائي هو شحنات كهربائية تنتقل من نقطة إلى أخرى خلال أسلاك موصلة. الاحتكاك هي القوة التي تعمل على إبطاء حركة الجسم أو إيقافه وتؤثر في اتجاه معاكس لاتجاه حركته. الكبد هو عضو مثلث الشكل يقع في الجهة اليمنى من البطن. العنصر هو أبسط وحدة بنائية للمواد من حولنا ولا يمكن تجزئتها إلى مواد أخرى أبسط منها عن طريق التغيرات الفيزيائية والكيميائية. التبادل الغازي هي عملية تبادل الغازات بين الجسم والمحيط الخارجي، وتطرح الرئتان غاز ثنائي أكسيد الكربون خارج الجسم بعملية الزفير. المفتاح الكهربائي هو أداة يمكن من خلالها التحكم في غلق الدائرة الكهربائية وفتحها. المجال المغناطيسي هو المنطقة المحيطة بالمغناطيس من كل الجهات التي تظهر فيها آثار قوة المغناطيس. طبعا صدقوني نفس المرشحات اللي نزلتهم قبل كم يوم نفسها جايبيها. يلا عيني خذوا لها صورة خاطر ننتقل إلى السؤال الأول فرع باء. تعريف التيار الكهربائي، الاحتكاك، الكبد، العنصر، التبادل الغازي، المفتاح الكهربائي، المجال المغناطيسي، هاي كلها موجودة يمكم ومنزلتها أنا مرشحات، خاف يعني الفيديو شوية سريع. السؤال الأول فرع باء، عد الطرائق فصل المخاليط. طرائق فيزيائية بسيطة مثل الفصل باليد والمغناطيس والطفو والترشيح والغربال. طرائق فيزيائية غير بسيطة مثل التبخر والغليان. السؤال الثاني، املأ الفراغات الآتية لخمسة فقط. من الأمراض هنا عدي 6، تجاوبون على 5. من الأمراض التي تصيب الجهاز التنفسي الربو. العناصر التي لها بريق معدني تسمى بالفلزات. القاعدة مركب ذو طعم مر ملمسها صابوني، تنتج الصاعقة الكهربائية بسبب التفريغ الكهربائي، تسمى المواد التي يجذبها المغناطيس بالمواد المغناطيسية. الأنسولين هي مادة مهمة تعمل على تنظيم مستوى السكر في الدم. سؤال الثالث، ضع كلمة صح أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة الخاطئة لخمسة فقط. ما قايلين صح الخطأ لكن أنا صححتها. يفقد المغناطيس مغناطيسيته بالطرق الشديد والتسخين، صح. تشكل المياه 71% تقريبا من المساحة الكلية لسطح الكرة الأرضية، خطأ. الجزء الذي يتحكم في غلق الدارة الكهربائية وفتحها هي البطارية، خطأ، مو البطارية، المفتاح الكهربائي. تتكون مياه المحيط من مزيج من الغازات والأملاح، خطأ، من الماء والمواد الصلبة مو الغازات والأملاح. طاقة الرياح هي نوع من الطاقة الغير المتجددة، خطأ، طاقة المتجددة. المواد التي لا يجذبها المغناطيس هي المواد المغناطيسية، صح. يلا عيني نقلوها أو خذوا لها صورة خاطر ننتقل إلى السؤال الآخر، لأن شوية سريعة على مود الفيديو استوها، دزولي إياها ورأسا حليتها وصورتها لكم حتى تستفادون من عندها. زين، السؤال الرابع، ما وظيفة كل من لخمسة فقط؟ هي 6، جابون على 5 الوظيفة. اللعاب، يمتزج اللعاب بالغذاء لترطيبه حيث يسهل بلعه. القلب، تنقبض عملية عضلات القلب وتنبسط باستمرار. الرئتان تقوم بعملية التبادل الغازي. الكبد، إفراز مادة تساعد في هضم المواد الدهنية تسمى الصفراء. البنكرياس، تفرز مواد لإكمال عملية الهضم وإفراز مادة الإنسولين. الشرايين، نقل الدم من القلب إلى أنحاء الجسم. سؤال الخامس، أجب عن 5 ما يأتي. أولا، هاي مهمة جدا، ما هي مكونات الدم؟ أولا، خلايا الدم الحمراء، خلايا الدم البيضاء، البلازما، الصفيحات الدموية. ما هي العناصر الشائعة؟ الكربون، الأكسجين، الحديد، الهيدروجين. ممن يتكون الجهاز البولي؟ الكليتان، الحالب، المثانة، الأحليل. يلا خذوا لها صورة.
بقى لنا سؤال السادس فقط، هنا 6 أسئلة جاوبون على 5. على ها رابعا، هذه رابعا، على ماذا تعتمد قوة الاحتكاك بشكل أساسي؟ على طبيعة السطحين المتلامسين ووزن الجسم المتحرك. قارن بين المخلوط المتجانس والغير المتجانس. المخلوط الغير المتجانس هو المخلوط الذي يمكن تمييز مكوناته بوضوح وفصل هذه المكونات بطرائق فيزيائية بسيطة، مثل مخلوط صلب مع صلب، مثل برادة الحديد مع الرمل، ومخلوط صلب مع سائل مثل الزيتون والخل. مخلوط المتجانس هو المخلوط الذي لا يمكن تمييز مكوناته بسهولة، لأن جسيمات المواد المكونة لها تذوب مع بعضها، مثل مخلوط السكر والماء والملح والماء وعصير الليمون والمشروبات الغازية. للبحار 3 أقسام، عددها فقط: البحار الداخلية والخارجية. سؤال السادس والأخير، ما الفرق بين الشرايين والأوردة؟ الشرايين هي أوعية دموية تتصل بالقلب وتنقل الدم من القلب إلى أنحاء الجسم. الأوردة هي أوعية دموية تتصل بالقلب تنقل الدم من أنحاء الجسم باتجاه القلب. يلا عيني، خاف هذه من بينه شوية، خليني حتى تاخذوا لها صورة. إن شاء الله تستفادون من هذا النموذج، واقرأوا النماذج اللي نزلتها أنا والمرشحات اللي نزلتها، وإن شاء الله التوفيق.